يعني صار صباح بداية اليوم بعد توقيع الاتفاق ما بين إيران والصين، يعني اليوم ممكن تكون إيران من الدول العظمى بعد توقيع هذه الاتفاقية؟ بالتأكيد يعني استكمالا لحديث يعني الأخ أستاذ علي، أكيد يعني أنه الاتفاقيات الدولية وخاصة إذا كانت ضمن إطار اقتصادي يعني له يعني منافع مشتركة للطرفين، حتى لو كان يعني اتفاقيات ثلاثية أو رباعية. هنا نشوف أنه الحديث دار حول اتفاقية الصينية الإيرانية، وكل القنوات وكل التلفزيونات يعني غطت هذا الحدث باعتبار جاء في وقت يعني حساس ومهم، خاصة لمنطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى والتجارة الدولية والتجارة هناك والبحث عن المنافذ، يعني مو فقط منافذ التصدير وإنما منافذ الطرق، يعني أن أصبح النقل وتكلفة النقل هي من أهم المعايير التي يأخذ بها يعني تأخذ بها الدول لاستكمال تجارة الخارجية. نعم. طبعا الاتفاقية حسب ما يعني عرفنا أنه اتفاقية استراتيجية بعيدة المدى، يعني بحدود 25 سنة، وطبعا هناك يعني المشاريع مشتركة يعني بين إيران والصين، والزخم الأكبر أنه الصين سوف تبني مشاريع عملاقة، يعني وصلت إلى حد بناء موانئ ومطارات، تطوير وتحديث. طبعا التطوير يختلف عن التحديث، التطوير يعني هو يعني تطوير المنشآت القائمة يعني نحو، بينما التحديث يصل إلى مرحلة بناء منظومة وآليات جديدة وحديثة وتستمر ل 25 عام. نعم. يعني الذي ولد يعني في إيران أو الصين في هذه السنة سوف يرى إذا نجحت الاتفاقية وتطورت، سوف يعني هذا الجيل بعد 25 راح يشوفون ثمرة هذه الاتفاقية. نعم. النقطة الأخرى أنه دور الصين هنا في المنطقة وخاصة في يعني دور الاقتصادي، ناخذ أنه البحث عن الأسواق، بحث عن المنفذ، بحث عن وصول إلى أوروبا في أقصر الطرق، باعتبار إيران بلد استراتيجي من ناحية الجغرافية، من ناحية السكانية، من ناحية الاقتصادية، وهذا طبعا حفز الصين إلى أن تكون ضمن هذا التجمع أو الاتفاقية اللي قم بها.